مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى أحداث الأسبوع. ومن أبرز الأحداث لقاء الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي أجراه أمس، والذي أعلن فيه عن قرارات هامة تنعكس مباشرة على المواطن. كما سنتطرق إلى النشاط الدبلوماسي المكثف لرئيس الجمهورية خلال الأسبوع الفارط على ضوء ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى. سنقف أيضا عند تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، وفي آخر حدث سيكون لنا حديث عن الشروع في توزيع بطاقات الشفاء على الشباب المستفيدين من منحة البطالة. وللتفصيل في أبرز أحداث الأسبوع أسعد اليوم باستضافتي الدكتورة أمل حجة، أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا. مرحبا. أسعد أيضا باستضافتي الدكتور محمد بخاري خبير اقتصادي. أهلا بك دكتور. شكرا استضافة، تحية للأساتذة وصحة رمضان الجامعة. مرحبا. أسعد أيضا باستضافة عبر الهاتف البروفيسور عبد اللطيف بروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من قسنطينة. أهلا بك بروفيسور. تحية طيبة لكل المستمعين، شكرا على الاستضافة. مرحبا وصحة رمضانكم. مرحبا. إذن ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة ملفات في قطاعات متعددة، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة، الصناعة، الاتصال، الصحة، النقل، والموارد المائية، والأمن المائي. كما أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم أمس لقاءه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، حيث أعلن عن جملة من القرارات الهامة أبرزها زيادة جديدة في الأجور ومنحة البطالة تدخل حيز التطبيق مطلع العام المقبل. وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي، أعلن رئيس الجمهورية أنه يتوقف على تقييم كل قطاع على حدة حسب النتائج المقدمة في تطبيق البرامج والقرارات. كما أعلن رئيس الجمهورية أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية تقوم بالتحقيق في مشكل ندرة المواد الأساسية، وكذلك أن عقوبة الاحتكار للمواد الغذائية تصل إلى 30 سنة سجنا. وفيما يتعلق بدعم المواد الغذائية الأساسية، أعلن رئيس الجمهورية أن الأمن الغذائي للجزائريين تضمنه الدولة، كما أكد أن 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة ولا تقوم بعملها المطلوب. رئيس الجمهورية ذكر أيضا بالمواقف الثابتة للجزائر من عديد من القضايا الدولية. وأبدأ معك دكتورة حاجة، قرارات جد مهمة أعلن عليها السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية. فعلا أختي ليديا، ككل مرة السيد رئيس الجمهورية يطل علينا في هذا اللقاء التواصلي، هذا التقليد الجديد الذي يسمح بخلق قناة تواصلية مباشرة مع المواطنين، مستعملا لغة بسيطة يفهمها المواطن البسيط بدون تعقيدات لغوية ولا خطابات أكاديمية معقدة. هذا اللقاء يعني حمل الكثير من النقاط المهمة، ربما أكبر محور يعني اللي احتل الحيز الأكبر هو المحور الاقتصادي الاقتصادي الاجتماعي، اللي هو نقدر نقوله محل الاهتمام الكبير للمواطنين. المواطن اليوم يسعى أنه تكون حاجاته الاقتصادية ملبات، أنه يكون اجتماعيا مرتاح، وهذا ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه عبر العديد من القرارات. ربما الكثير سمع خبر الزيادات المرتقبة في غضون سنة 2023 اللي هي مرتبطة بالموارد التي ستحصلها الدولة بطبيعة الحال من المصدر الأول اللي هو العائدات بيع الطاقة، سواء من الغاز والبترول. بالإضافة إلى هذا، أكيد أنه هذا القرار لا يؤخذ يعني واحدا، ولكن بالإضافة إلى
العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تعمل على تحسين نوعية الاقتصاد بالموازاة مع هذه الإجراءات التي تعتبر مؤقتة في طبيعة الحال، لأن النقطة الأهم والتي يركز عليها رئيس الجمهورية في كل مرة هو الذهاب نحو إصلاح اقتصادي بحيث يخلق يعني بنية اقتصادية قوية تصبح خالقة للثروة وتخلق التوازن بين القدرة الشرائية وبين الأجور. لهذا هو الأهم شيء، لأنه ارتفاع الأجر هو جيد، يعني رفع الأجور سواء أو منحة البطالة، لأنه يساعد في ارتفاع الاستهلاك، والاستهلاك يحرك بطريقة غير مباشرة الاقتصاد. ولكن الإصلاح الأهم والأكبر هو خلق منابع جديدة للثروة الدائمة والمستدامة في الاقتصاد الوطني. ويعني كان رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أكد أنه لابد من أن نجعل من قطاع الطاقة كقطاع داعم للقطاعات الأخرى، وأنه يمنح ربما السيولة والموارد المالية الكافية لتحريك القطاعات الأخرى. أتوجه بسؤالي للدكتور بخاري. دكتور، يعني نلاحظ أن هنالك العديد من القرارات، ربما أهم قرار كان هو الإعلان عن الزيادة في الأجور ومنحة البطالة مطلع السنة القادمة، على ضوء ما سيكون من موارد مالية في غضون هذه السنة. شكرا. أولا لازم نتفقوا على أن الأزمة الحالية مختلفة عن الأزمات السابقة. عادة ما الأزمات الاقتصادية تكون مرفوقة بالانكماش الاقتصادي وبالتالي تراجع الأسعار، وهذا مثلا في صار في أزمة 2007 2008 مثلا، ولكن هذه المرة الأزمة على مرتين. المرة الأزمة الأولى متعلقة بأزمة الكوفيد ومترتبة عنها من ارتفاع في تكاليف الشحن، والآن الأزمة الثانية الأزمة الروسية مع أوكرانيا وما يترتب عنها مشاكل مع الموارد المعدنية والبترول وإلى غيرها. وبالتالي فهذا كله أدى إلى على الأقل تنبؤ لارتفاع الأسعار، خاصة فيما تلك المتعلقة بالقمح واللي تدخل في معيشة المواطن. ولكن المهم أن اليوم المواطن الجزائري يحس بهنالك ارتفاع ملحوظ للأسعار، وبالتالي فكانت هناك استجابة أولى من طرف السيد رئيس الجمهورية عن طريق تخفيض ضريبة مرتين ثم عن طريق زيادة أولى لمستوى الأجور. ولكن يعني بالنظر إلى أهمية ارتفاع الأسعار فكان وجوبا يعني هناك زيادة أخرى للأجور حتى نتمكن من مواكبة وتكون على الأقل علاقة ما بين تحسن مداخل الدولة وتحسن مداخل المواطن. نعم. الآن فقط ماذا يمكن كذلك أن نلاحظ أن نتكلم عليه هو متعلق بمنحة البطالة، لأن ممكن كثير كذلك يتساءل لماذا هنالك ارتفاع، لأن عند منحة جديدة بتقدر ب 13000 دينار جزائري للواحد، وأن حوالي 915000 مستفيد من هذه المنحة، كيف أننا أن نرفع من منحة البطالة؟ أنا فقط الإجابة بسيطة، لأن المنحة كما هي بعيدة عن الحد الأدنى للأجور اللي هو 20000 دينار جزائري، وبالتالي حتى لما نساوش بالتركيبة الجزائرية مش التركيبة الأوروبية، وبالتالي المنحة الجزائرية مختلفة في طبيعتها المنحة التي تقدم في أوروبا. وعلى هذا الأساس عندما نشوف أن الشبان الجزائريين يمثلوا الأغلبية الساحقة بالنسبة إلى المواطن، فيجب أن نجنبهم لا. بعض المتاهات. وانت تكلمتي قلتي بان يعني هالتداعيات تغيرات مثلا بالنسبه للتواصل الاجتماعي وغيرها وهذه الحروب الجيل الجديد والى اخره قد تؤثر سلبا على المواطن الجزائري وبطبيعه على الشاب الجزائري، بما ان الشاب الجزائري هو عنده اقل خبره. وعلى هذا الاساس فالاثار السلبيه اللي قد تترتب عن عدم منح البطاله أكثر من الآثار المالية التي تترتب عن منح البطالة. نعم. وبالتالي كان وجوبا هاد الزيادة في منحة البطالة. يعني إيجاد مسألة للتوازن في هذه المنحة ولو يعني تدريجيا ولو على ربما على دفعات مختلفة. على دفعات، خاصة أن ما ننساوش أنها تكلفة، لأن كانت مشارت الأستاذة وقالت بلي فوالا يجب التدبير، حسن التدبير في التعامل مع المال العام. نعم. نعطوا فقط رقم بسيط بالنسبة لمنحة البطالة، فتكلفة حال يوم راح تكون مليار دولار سنويا. يعني رقم كبير جدا، وبالتالي فكل زيادة حتكون معناتها تراتب أكثر، وكل زيادة في الأجور أكثر، وبالتالي ما دمنا لا نعرف ما هي المداخيل تاع الجزائر الحقيقية، لأنها السنة لم تنتهي، نحن في بداية السنة فقط، ما الذي يتكهن الآن مهما مصير
تاع الحرب في اوكرانيا. لا احد يعرف ما هي التداعيات اللي حتكون على الاسعار على مستقبلا خاصه فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها الجزائر. لذلك هنالك دعوات واسعه اليوم وتصدرها يعني ايضا. التصدير هو مصدر للمداخل. لا يعني انا اقصد انه المواد التي تستوردها بالنسبه لارتفاع الاسعار الذي ينعكس مباشره على القدره الشرائيه للمواطن. بطبيعه الحال وبالتالي فان من حسن المحاكمه ومن حسن التدبير هو انتظار انتهاء السنه نديروا ان بيلون ونشوفوا ماذا يمكن زيادته في الاجر تاع المواطن الجزائري. ونتمنى فقط تكون هنالك سياسه اتصاليه في هذا المجال حتى المواطن يفهم مقدار الزياده ولماذا هذه الزياده وليس اكثر او ليس اقل. حتى ان رئيس الجمهوريه قال بان هذه المنحه وسنتحدث عنها ربما في الملف الاخير خلال هذه الحصه انها الدوله العربيه والافريقيه الوحيده التي تمنح لشباب البطال مدخول ومورد مالي. هذا كذلك يعبر على المجهود اللي قامت به الدوله، لان مليار دولار وفي الدول الاخرى حتى دول غنيه والدول العربيه غنيه ولم تقم بهذه المنحه، وبالتالي يبين لنا كل هذه الامور تبين لنا الدوله قامت بمجهود كبير وعلينا ان فقط ان نواكب نهايه السنه حتى يمكن ان نتخذ قرار بزياده اخرى. دكتور حاجه، يعني من بين النقاط ايضا التي كانت خلال لقاء رئيس الجمهوريه بممثلي الصحافه الوطنيه ومساله التعديل الحكومي، وقال السيد الرئيس ان هذه المساله ترتبط مباشره بمدى مردوديه كل قطاع على حده، وان الامر يتعلق بمدى تطبيق القرارات وبمدى ايضا نتائج و تطبيق السياسة العامة على مستوى كل قطاع. أكيد، يعني هي نقطة واضحة وضوح الشمس والأمور يعني محددة. اليوم رئيس الجمهورية يؤكد على أنه تعيين أو الإقالة لا تتم بالطرق عشوائية، ويعني يوضح الصورة عكس الصورة التي نجدها في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها مصادر مغلوطة تماما وأغلبها مصادر كاذبة. فاليوم رئيس الجمهورية يتحدث على أن الجزاء من جنس العمل، وهذا هو منطق الأمور. اليوم نحن في الجزائر نحتاج أن نقول لمن أحسن تواصل، ولمن أساء تحمل مسؤوليتك وغادر، لأنه اليوم إحنا ما عندناش وقت كثير نخسره نزيد نخسره أكثر من اللي خسرنا. عندنا مشروع مجتمع ومشروع اقتصاد لازم نمشوا فيه. صحيح رانا يعني حققنا الأهم اللي هو الاستقرار السياسي، نصبنا أجهزة ومؤسسات للدولة، ولكن اليوم الحديث عن بناء نمط اقتصادي قوي يقدر يقاوم للسنوات المستقبلية القادمة، وين نولو يعني تكون عندنا الأمور تمشي بسلاسة في الاقتصاد. حتى منحة البطالة هذه نولو ما نحتاجوهاش مستقبلا كي يكون عندنا اقتصاد خلاق لمناصب العمل بطريقة منظمة ودائمة ومتجددة. وعليه فقضية الوزارة والوزارات الوصية هي في السياسة العامة، أن أول يعني الوزارات هي تعتبر الصف الأول لتطبيق السياسة العامة للدولة. للدولة. وعليه أي عرقلة أو أي فهم خاطئ ربما أو أي أو سوء تسيير. حتى قال يعني رئيس الجمهورية بالأمس أنه يعني يوجد بعض الوزراء كانوا من قبل يعني في مجالهم وفي مسألة التحليل لهم رؤية ولهم خبرة، لكن في مسألة التسيير لم ينجحوا يعني كثيرا ولم يحققوا المرجو والمطلوب منهم. هذا يعني يعكس مباشرة أنه مسألة التسيير لابد لها من تجربة خاصة، لابد أن يكون المسير له تلك النظرة وله تلك الطريقة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف المسطرة. أكيد الجانب النظري مهم جدا، ولكن الممارسة كذلك أهم وأهم، الممارسة والذكاء في التسيير، لأنه القليل المورد البشري الذي يملك هذا المرونة في الجمع بين المعارف النظرية وبين الممارسة التي تتطلب تحرك سريع، تجنيد، مواظبة، يعني المسؤولية كبيرة جدا، لأنه الحديث شيء والعمل شيء آخر تماما. وعليه فاليوم ربما المصدر اللي نقدر نعول عليه أكثر شيء هو المورد البشري، من أبسط عامل إلى أعلى مسؤول. والوزارات تحتل أهمية كبيرة جدا كما قلت لك، لأنها في الصف الأول لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات التي يعني يحددها التوجه
التوجه العام للدولة، وعليه هي منظومة متكاملة. بطبيعة الحال ونتحدث عن الوزراء، أو الوزراء فيه شقين، عندنا شق شق الخطابة التي ربما في بعض الأحيان تصنع بعض المشاكل، لأن الخطابة مهمة جدا لما تتحدث مع مسألة التواصل، مسألة يعني التواصل، سواء التواصل عبر الوسائط الاجتماعية أو عبر الإعلام، وكذلك عبر المواطنين كذلك مباشرة. وعندنا المحتوى، ما هو المحتوى، ما هي القيمة المضافة التي جئت بها لهذه الوزارة، عندك خارطة الطريق كيف قمت بتطبيقها، وكذلك حس اليقظة وردة الفعل السريع. يعني في الكثير من الأمور اللي نتمنى إن شاء الله تكون يعني يتميز بها العنصر البشري على كل المستويات، وخاصة على مستوى الوزارات. وهذا ما نتمنى، أنه تكون هنالك فعالية ونجاعة في الأداء، وهو الأهم. نعم. دكتور بخاري، رئيس الجمهورية أيضا تطرق إلى النقطة ليست بالجديدة، هو كان تطرق إليها من قبل، لكن هذه المرة أكد وأعطى حتى إحصائيات ومعلومات فيما يتعلق بالمضاربة والندرة والتحقيق الذي تقوم به المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية في هذا الأمر، خاصة فيما يتعلق بندرة المواد الأساسية. شكرا، اسمحي لي فقط نعرج على النقطة اللي سبقت. بس نفرق مسألة التسيير. نعم، بتسيير الوزارة ما عندوش تسيير، الوزارة عنده حكامة، يلا غوفرنانس، فرق بين لا غوفرنانس اي لا جيستيون مش نفس الشيء. وبالتالي لهذا السبب فلكل وزارة هنالك أمين عام الذي يقوم بذلك التسيير اليومي، اما الوزير فله اكثر النظره والرؤيه، النظره والرؤيه الاستراتيجيه، سي لا كونديت دو لا كونديت دو شانجمون، يعني قياده التغيير. هذه نقطه باش نقطه مهمه باش نصحوا، باش ما ناولوش خطا انا واش قال السيد رئيس الجمهوريه. نعم. فقط باش نروحوا في الطريق الصح، هذه اول. وهذه النجاعه التي نتحدث عليها، ان تكون هنالك نجاعه في مساله تطبيق القرارات، الرؤيه التي يمكن ان يحملها الوزير تطبق بطريقه صحيحه ميدانيا وعمليا. لذلك قال المعيار سيد رئيس الجمهورية، المعيار هو تطبيق ما اتفقنا عليه في مجلس الوزراء. أكيد. نعم، هذا هي الفكرة. ثانيا بالنسبة للمضاربة، دونك بالنسبة للمضاربة سبقت لي وتكلمت معك في حصة سابقة وتكلمنا على قانون المضاربة، وقلنا بلي هو قانون هو إيجابي بالنظر إلى أنه قانون يغطي نقص اللي كان في الماضي عندما كانت هنالك مضاربة، ولكن لم يكن هنالك العقاب المقابل، وبالتالي في الاقتصاد هنالك تكلفة وهنالك عوائد، فإذا كانت التكلفة عن طريق العقاب ضعيفة وكانت العوائد كبيرة، فإن المضارب سيتوجه نحو المضاربة بطبيعة الحال، وبالتالي الفكرة كلها أنها نرفع التكلفة عن طريق القانون. ولكن كذلك أنا قلت لك عدة أشهر من قبل، قلت لك بلي أنها لن تكون هذا كافيا، ويجب التوجه إلى أمور أخرى، آليات أخرى. من بين الآليات المهمة هو أنه أن نكسر، لأن كما قال كان يقول ميلتون فريدمان اللي هو أب المدرسة النقدية في العالم واللي هو أبري نوبل في السابق، يقول لك أن عندما يلتقي التجار المتنافسون فذلك من أجل الاتفاق على ظهر على حساب المستهلك. دونك بطبيعة الحال، لأن في حقيقة الأمر في الأمور الواقعية في الواقع ما تمش هنالك يعني سيبان ستوكاج يعني تاع السلع ولا تخزين السلع، مش تخزين السلع، وإنما هو فقط يقدر يكون اتفقوا فقط يتلاقوا في ريستوران ولا في التليفون، قال يا جماعة كان 4 أو 5 هم أكبر التجار في مادة معينة، قال غدوة نطلعوا السعر ولا غدوة ما نشروش هذا الشيء هذا ولا غدوة نهبطه ولا آخره. وبالتالي العملية تجي في الحقيقة في أمر الواقع تتم على هذا المنوال. وبالتالي فلمحاربة هكذا أشكال يجب أن نخرج من احتكار الأقلية واللي هو معروف اللوبيات، وتكلم رئيس الجمهورية في هذه النقطة بالذات حتى فيما يتعلق بندرة الأدوية، حتى وبطبيعة الحال، لأنه عندما يكون معروف الاقتصاد الجزئي، معروف أن عندما تكون نوليغوبول اسمها احتكار الأقلية، عند صغير من التجار أو المتعاملين الاقتصاديين يحتكرون قطاعا معين، فإنهم دائما يفضلون الفائدة على حساب الانتاج، ما يهمهمش الانتاج يكون طالع ولا هابط، المهم ان الفائده تاعهم شحال تكون. وبالتالي هذا اشكال بالنسبه الينا، وبالتالي كل التحدي بالنسبه الى الحكومه هو مشكل اخلاقي يعني بالدرجه الاولى، نستطيع اخلاقي قلناها اخلاقي كان القانون. دكتور. نعم. هذا القانون هذه جزء لا بد منه وهو موجود،
هذا شيء جيد. أما الجزء الثاني فهو خلق المنافسة، يعني زيادة عدد التجار مما يقطع عليهم إشكالية يعني الاتفاق مع بعض. والنقطة الآلية، ولذلك عندما سيد رئيس الجمهورية ممكن يعني عبر عن عدم رضاه عن وتكلم على التغيير الحكومي ممكن على هذا الباب، لذلك جاء آلية أخرى، قال بأنه سوف نكلف بالنسبة لاستيراد بعض السلع الأساسية نكلف فقط إلا الدواوين الحكومية، بمعنى أنها لأن بالنسبة إلى القطاع العمومي هو قطاع إداري يسير إداريا، وبالتالي فيمكن أن نفرض أسعارا تكون في صالح المواطن، يعني نحو فكرة الهامش الربح الذي هو موجود عند المصلحة لأي تاجر، وبالتالي نحافظ على مستوى الأسعار، وبالتالي نظرة شوية شاملة هكذا، يعني حتى باش نعطوا عمومية حتى كل واحد نعطي له حقه، يعني هنالك القانون جيد، هنالك زيادة المنافسة، ولازم مجلس المنافسة يلعب الدور نتاعه، وكذلك هو تدخل رئيس الجمهورية عن طريق فرض القطاع الحكومي الذي يحدد الأسعار. أتوجه إلى بروفيسور بوروبي ربما في نقطة أخيرة في هذا الملف. بروفيسور، من بين النقاط التي جاءت أيضا في هذا اللقاء مسألة الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الأساسية، وكان رئيس الجمهورية أعطى أرقام فيما يتعلق بهذا الأمر، وخاصة في مادة القمح قال أن هنالك ما يقارب 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة ولكن لا تقوم بدورها على أكمل وجه. وأكيد عندما نتكلم عن السياسة العامة والسياسة العامة القطاعية يجب أن نفهم أننا أمام معضلة ومعضلة كبيرة من حيث المؤشرات والمعايير التصنيفية. نحن نتكلم عن أرقام مهمة جدا، الآن نتكلم عن مؤسسة جديدة، نتكلم عن احتياطي القمح، نتكلم عن مناصب شغل، ولكن بالمقابل هنالك أمانة إشكالية مرتبطة بالمضاربة وإشكالية بسوء التسيير والحكم، وأعطى مثال ونقطة أرقام مهمة جدا. إذا عندما توجد مطاحن بتعداد 160 مطحنة لا تقوم بعمل أنها تستفيد من المادة الأولية ولا تقوم بالطرح إشكالية. إذا عندما نتكلم الآن أردت أن أقول على أن السياسة العامة من حيث المؤشرات فهي فيها إيجابية، ولكن من حيث بعض القطاعات هناك بعض القطاعات أي سياسة عامة قطاعية التي تحتاج إلى المراجعة، وبالتالي الأرقام مهمة وطرح هذه الأرقام مهمة، لأن الإشكالية الآن ليست إشكالية أن المطاحن تقوم بعملها، لأن هذا مرتبط بمفهوم آخر وتشابه مفهوم آخر هو الأمن الغذائي. الجزائر الآن مصنفة أولى أفريقيا من حيث الأمن الغذائي، ثامنة من حيث الأمن الغذائي عربيا. نحن نتكلم الآن عن أزمة غذاء مستقبلية، في ظل ماذا؟ ارتفاع الأسعار، في ظل ماذا؟ أزمة طاقة عالمية، في ظل ماذا؟ تداعيات الأزمة الأوكرانية. نحن لا نتكلم عن المطاحن من حيث أنها مطاحن تقوم بدورها، ولكن تداعيات ذلك السلوك يؤثر على ماذا؟ على الأمن الغذائي للشعب الجزائري ككل، لأن عندما هذه النقطة بروفيسور، يعني رئيس الجمهورية أكد أنه الأمن الغذائي للجزائر تضمنه الدولة، يعني هو كضامن ويعني صمام أمان فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وبروفيسور في عجالة، الدولة وضعت مجموعة من الآليات فيما تكون هذه الآليات على أنها هي المسؤولة الأولى عن استيراد المواد الأولية، وهذا يجب أن نفهمه. لماذا قد يقول بعض أن هناك احتكار للدولة؟ لا، قضية قضية مرتبطة بالأمن الغذائي، لأن الدولة لها الإمكانية أن تقوم بدعم السلعة، لأن إذا وضعنا السلعة في يد الخواص سيكون هامش ربح كبير للخواص، أما إذا وضعنا السلعة للدولة فيكون هامش ربح للدولة قليل، وتكون تأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ القدرة الشرائية للمواطن. هذا هو اللب القصيد. وبالتالي ما أردت أن أقول على أن السياسة العامة في الدولة الجزائرية الآن في المرحلة فيها مؤشرات جيدة، ولكن السياسات القطاعية بعد السياسات العامة القطاعية بعد القطاعات فيها تراجع وتحتاج إلى توجيه وتصويب، ومثل هذه الآليات المرتبطة بدور الدولة إن دخل الشرق فيها نظرة ماذا استباقية لا أكثر ولا أقل لما سيكون. نعم، واضح الأمر، وهو يعني المطلوب من مثل هذه القرارات ومن مثل هذه السياسات. يعني إذا ننتقل إلى ملفنا الثاني الذي سنتطرق فيه إلى النشاط الدبلوماسي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الأسبوع الفارط، على ضوء ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى، حيث بعث رئيس الجمهورية برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتعجيل بالتحرك
المشترك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي. كما تلقى أيضا رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي شكر فيها الجزائر على موقفها الثابت والمشرف تجاه القضية الفلسطينية. كما أطلع رئيس الجمهورية على التطورات الخطيرة للأوضاع في فلسطين المحتلة واستهداف حرمة المقدسات الإسلامية بباحة المسجد الأقصى. رئيس الجمهورية تلقى أيضا في غضون هذا الأسبوع مكالمة هاتفية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية الرفيعة المستوى بين البلدين، كما تبادل الرؤى حول الوضع الدولي في ظل تطورات الأوضاع المزرية في فلسطين المحتلة وكذا الأزمة الأوكرانية. دكتورة حاجة، كان هنالك نشاط دبلوماسي مكثف أيضا لرئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع، يعني على ضوء الاعتداءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على يعني حرمة المسجد الأقصى، مما يعني دفع السيد رئيس الجمهورية إلى التدخل من خلال بعثه برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حتى تتحمل يعني هذه الهيئة الدولية مسؤوليتها تجاه هذه الانتهاكات يعني الصارخة لحرمة المسجد الأقصى. نعم أختي ليندا، يعني هذه الانتهاكات ليست بجديدة على الصهاينة الذين تعودوا على اختراق كل الحرمات وكل المناطق المقدسة في فلسطين المحتلة وخصوصا في رمضان. يعني وكسروا بهذا كل المواثيق الدولية التي تحمي حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية. لا. فاعتادوا على الفلسطينيين في مكان مقدس. موقف الجزائر يعني موقف مشرف جدا، نفتخر به كجزائريين، يعكس تماهي مطلق لموقف الشعب مع رئيسه. نحن اليوم الشعب الجزائري موقفه ثابت نحو القضية الفلسطينية وانتماؤه وولاؤه مطلق لهذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى، قبل أن تكون دينية، قبل أن تكون قضية لغة، قبل أن تكون أي شيء، هي قضية إنسانية، هي قضية شعب منتهك في أبسط حقوقه وتصفية استعمار كذلك. فموقف الجزائري ثابت، وبطبيعة الحال الخطوة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية هي فريدة من نوعها على مستوى المنطقة العربية أو على مستوى العالم ككل، لأنه فيه كثير من المواثيق التي أمضت عليها إسرائيل والتي من المفروض أنها تطبق تحت رعاية وتحت رقابة لهيئة الأمم المتحدة، ولكن للأسف لم يتم تطبيقها. وعليه فالمجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأن هنا هذه المواثيق الدولية لا تقبل التأجيل ولا تقبل المماطلة، وعليه يجب تطبيقها بحذافيرها. أما بالنسبة للمكالمة مع الرئيس بوتين، ربما قبل أن نتطرق إلى العلاقات الجزائرية الروسية العريقة، أود أن أسأل بروفيسور بوروبي، يعني القضية الفلسطينية هي القضية الأم بالنسبة للجزائر، ورئيس الجمهورية حتى في لقائه أمس كان أكد أنه لما يتعلق الأمر بفلسطين فالجزائر تبقى واقفة وثابتة في مواقفها وأنها مع فلسطين منذ يعني وقت الرئيس الراحل هواري بومدين. فعلا، هو عندما نتكلم عن طبيعة النشاط الدبلوماسي الجزائري يجب أن نفهم أن كل المواضيع التي تهم الأمن والسلم الدوليين تعنى بها الجزائر، ولكن قضية فلسطينية عندها طابع خاص بالنسبة للجزائر وطابع خاص للدولة الجزائرية، من خلال أن الجزائر تعمل على رفع انشغالات الفلسطينيين وانتهاك حقوق الفلسطينيين، لأننا نتكلم الآن عن ممارسات احتلال كيان صهيوني في فلسطين، ونتكلم عن انتهاك لحقوق الإنسان، ونتكلم عن انتهاك حق ممارس الشعائر في المسجد الأقصى. إذا نحن نتكلم عن قانون دولي، وعندما ترافع الجزائر في الأمم المتحدة، وعندما تذكر الجزائر الأمم المتحدة، وعندما تذكر الأمين العام للأمم المتحدة، هذا داخل في صميم الشرعية الدولية، داخل في صميم القانون الدولي. نحن أمام انتهاك لقواعد القانون الدولي، نحن نتكلم الآن عن مسؤولية دولية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وما دور الأمم المتحدة. وعندما تذكر الجزائر بمثل هذه
لمثل هذه المواقف تجاه القضية الفلسطينية. بالنسبة إلى ليس بشعارات، ولكن هذه الشعارات تنعكس في منظمة الأمم المتحدة، وتنعكس في جامعة الدول العربية، وتنعكس في الاتحاد الإفريقي، وكل منظمة سواء كانت القارية أو الإقليمية أو العالمية كما هو المتحدة، الجزائر تذكر بموقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية منها من أولوية الأولويات بالنسبة للشعب الجزائري والأمة العربية، وفي ظل تخاذل وسياسة التطبيع الآن. وبالتالي ما أراد تقول من خلال هذا التذكير بمسؤولية الأمم المتحدة لا يخرج عن الشرعية الدولية ولا يخرج عن حقوق على القانون الدولي، وإنما التذكير بالمسؤولية الدولية، لأنه من هو المسؤول دوليا؟ أقول وأعيد، من هو المسؤول دوليا الآن على ما يحدث في فلسطين؟ هي الأمم المتحدة باعتبارها هي المسؤول عن تدوير القضايا والأزمات العالمية. من يدور هذه القضايا؟ من يتكلم عن حقوق الإنسان؟ من يتكلم عن العدالة؟ انتحاك لحقوق الإنسان؟ أين هي المناظر؟ لا توجد منظر أين تجتمع فيه كل 193 دولة إلا الأمم المتحدة. وبالتالي فهي فرصة الجزائر للتذكير بمواقفها، فرصة الجزائر للتذكير بالدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني، وفرصة للجزائر للتذكير لمواقف الدول التي الآن فيها تراجع. وبالتالي الجزائر الآن من خلال هذه الجهود الدبلوماسية حول القضية الفلسطينية وقضايا أخرى هي تستشار في هذه القضايا، وهذا أمر مهم جدا، وترافع عن هذه القضايا، وهذا أمر مهم جدا كذلك. دكتورة حاجة، يعني ربما في الوقت الذي تتراجع فيه العديد من الدول يعني من موقفها من القضية الفلسطينية، الجزائر اليوم يعني تسعى جاهدة لأن تحل هذه المسألة. فعلا اليوم الجزائر تصنع الاستثناء بحكم التراجع الكبير لكثير من الدول عن مواقفها تجاه هذه القضية الإنسانية بالدرجة الأولى، وخصوصا الدول العربية والدول التي تشترك في يعني في هذه القضية المصيرية للعرب ككل. وعليه فيعني خصوصا في السنوات الأخيرة هذه القضية عرفت تراجعا كبيرا، يعني نقدر نقول من الربيع العربي والكيان الصهيوني نقدر نقول أنه نجح إلى حد كبير في إرجاع هذه القضية نوعا ما، يعني وضعها خلف الظل أو رجع خلف الستار، وتقديم خلق مشاكل أخرى وخلق قضايا أخرى. هذا من جهة. الاستراتيجية الثانية أنه عمل على شراء ذمم لدول تعتبر جارة ودول بالمفروض يعني تعنيها القضية الفلسطينية بدرجة كبيرة. وبالتالي الجزائر بقيت اليوم يعني تراهن على المبدأ، تراهن على الموقف، تراهن على أولا عدالة هذه القضية، لأن الجزائر دائما تتخندق في القضايا العادلة، في قضايا السلم، ولا نجدها في قضايا الحروب وقضايا المؤامرات وقضايا النزاعات. وعليه فموقف مشرف جدا لنا كجزائريين دولة وشعبا، في انتظار أن هذه القضية ربما يكون عندها دفع آخر نحو انطلاقة جديدة، نحو ربما إعادة حتى توافق دولي، يعني الذي تسعى الجزائر اليوم أن تجمعه عربيا بالدرجة الأولى بالدرجة من خلال الأولى العربية المرتقبة في نوفمبر إن شاء الله. بروفيسور بروبين، تحدثوا على نقطة أخرى، أن رئيس الجمهورية كان تلقى أيضا مكالمة هاتفية من طرف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ستينية العلاقات الجزائرية الروسية، هي علاقات عريقة، علاقات ذات مستوى رفيع، وأيضا أنها هذه العلاقات اليوم تطمح أن تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وليس فقط دبلوماسيا. أكيد هي المكالمة طبيعية، ولكن الظرفية هي التي ليست طبيعية، يعني الظرفية نتكلم عن ماذا؟ عن أزمة أوكرانية، ونتكلم عن تداعية الأزمة الأوكرانية، وهذا لم يمنع من أن هناك علاقة وشراكة حقيقية بين روسيا والجزائر منذ 60 سنة.
والتذكير بمثل هذه المواقف هو طبيعي وحالة صحية، لأن الشراكة لا تقوم على طابع زبائن تجارية فقط، ولكن عندها أبعاد استراتيجية، لأن الآن نتكلم في المرحلة الأعلية وفي الظرفية الدولية الراهنة على تداعيات وتغيرات جيوستراتيجية، والجزائر وإن دل على شيء وروسيا وإن دل شيء على أنها تحافظ على هذه الطابع الاستراتيجي للشراكة بين الطرفين، وهذا مهم جدا بالنسبة للجزائر، لأن الشريك الاستراتيجي هو بالملموس وليس بالشعارات، الشريك الاستراتيجي هو الذي يكون السند في ظهر الآخر وليس بالشعارات، وروسيا بالنسبة للجزائر والجزائر بالنسبة لروسيا المواقف متشابهة وليست متناقضة في معظم في 95% من المواقف بين الطرفين فهي متشابهة، وهذا إن دل على شيء على أن هنالك توافق. التوافق هنا مهم جدا، لأن 60 سنة من العلاقات علاقات طابع تجاري أي نعم مرتبطة بالأمن العسكري وما شابه ذلك، ونسعى من خلال التذكير بهذه المرحلة إلى مدى رفع هذا الطابع الاستراتيجي، لأن الشراكة الآن يجب أن تشمل كل القطاعات، وروسيا باعتبارها دولة طاقوية وعندها استثمارات في الطاقة وعندها إمكانيات كبيرة في الطاقة، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر نتوافق في هذا المجال، لأن الأمن العسكري أي نعم، لكن الأمن الطاقوي مهم جدا، نحن نتكلم عن الجزائر في الأوبك أي نعم، ولكن نتكلم عن الجزائر وروسيا في جانب الغاز، وعندما نتكلم عن روسيا والجزائر في جانب الغاز هناك إمكانية ماذا؟ أن نفعل المنتدى المرتبط بالغاز الذي انعقد أخيرا في قطر، أن نفعل مثل هذه المنتدى في خدمة شراكة حقيقية بين الأفراد روسيا والجزائر والجزائر وروسيا، لأن لا نكتفي بالطابع العسكري أي نعم فهو مهم ومهم جدا للبلدين، ولكن نسعى إلى تطوير ذلك من خلال ماذا الشراكة المرتبطة بالأمن الطاقوي، وخاصة في ماذا في ظل ماذا الآن نحن نتكلم عن الاستثمارات في الغاز، وروسيا لها إمكانيات في ذلك لأن تكون نخلق شراكة بين الطرفين ونطور الشراكة إلى شراكة طاقوية أي نعم، ونطور الشراكة إلى بعد آخر طابع اقتصادي نعم، نسعى إلى ماذا إلى تفعيل الشراكات والاستمرار في الديناميكية، لأن هناك فعلا ديناميكية في العلاقات، وأحسن دليل حتى يقول بعض كيف نحكم على أن هذه العلاقات فيها ديناميكية أن المواقف متشابهة أكثر من ذلك منذ 60 سنة، والعلاقات مستمرة أكثر من ذلك منذ 60 سنة، والعلاقات في تطور أكثر من ذلك منذ 60 سنة، والعلاقات في تطور ديناميكي، وإن دل على شيء على أن هناك توافق الرؤى والأبعاد الاستراتيجية بين الطرفين. ويراد من هذه العلاقات يعني أن تنعكس بالإيجاب على التعاون الاقتصادي، وهنا أسأل الدكتور بخاري أنه العلاقات الجزائرية الروسية أيضا تسعى أن تنعكس على الجانب الاقتصادي، حيث يتم أيضا التحضير إلى الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الجزائر الروسي، وينتظر أن تكون هنالك شراكة في العديد من القطاعات إن شاء الله على كل نتمنى. وإحنا كنشوفوا تاريخيا الشراكة بين الجزائر وروسيا كانت يعني من الماضي، من بين مخرجاتها مصنع الحجار مثلا الذي هو من ويعني صناعة روسية في الجزائر، الحجار هو أكبر المصانع في الجزائر، ولكن كانت هناك تباعد اقتصادي بين الجزائر وروسيا خاصة في التسعينيات ولا حتى الآونة الأخيرة، واليوم بطبيعة الأمور بالنظر إلى هيكلة الاقتصاد الروسي الذي يعتمد أساسا على المحروقات هو نوع من المنافس بالنسبة إلى الجزائر من حيث المحروقات، وهذا هو الإشكال يعني، ولكن احنا حلفاء من حيث الاستراتيجية، لأنه كما قال الأستاذ نعمل في اثنين في إطار الأوبك وفي يعني الأوبك وفي إطار الفوروم تاع الغاز اللي راه أنشئ، ولذلك عندنا مصالح مشتركة. نعم. اليوم الإشكال اللي موجود هو هذه الحرب بين أو الأزمة الموجودة مع أوكرانيا اللي نقص من هامش تحرك الاقتصاد الروسي، وأنا أظن ممكن كان هنالك مجال في التعاون فيما يخص المواد الغذائية. القمح اليوم القمح أصبح يعني محل صراع دولي، تكلم سيد رئيس الجمهورية قال بلي أنه عندنا 8 شهور تاع قمح، ولكن ما كمخزون ولكن ما صبناش ونشريو يعني ما كاش يعني كان تضارب، وبالتالي قد يكون إمكانية من جهة حتى تكون تبادلات تجارية مقابل شيء من بالنسبة للجزائر،
وممكن كذلك ممكن لماذا ما تكونش هنالك بالنظر الى المعارف، وان بما روسيا في ظرف سنوات قليله 2014 يعني بعد فرض العقوبات الاولى بالنسبه الى جزيره القرم اصبحت في 7 سنوات كانت من مستورد القمح الى من اكبر المصدرين للمنتجين، ممكن ان يكون تعاون، خاصه رئيس الجمهوريه قال بان الانتاجيه المتوسطه بالنسبه الى حقول القمح في الجزائر تمثل 20 قنطار للهكتار، وأعطى مثال تاع أمريكا 120 قنطار، وبالتالي هنالك هامش كبير. وحتى أنا أضع مثال أنه إذا استطعنا فقط أن نضاعف فقط الإنتاجية يمكن أن نسد ذلك العجز في الواردات، وبالتالي ممكن راح تكون في هذا الاتجاه شراكة نجيبوا التجربة تاعهم واستمارات متبادلة، ممكن أن نخلقوا هذه الديناميكية في هذا المجال، وممكن أن نرى يعني شراكات في قطاعات أخرى أيضا. وننتقل إلى ممكن. ملف آخر، حيث سنقف عند تنصيب رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الأعلى للطاقة والذي يكلف تحديد توجهات السياسة الطاقوية والأمن الطاقوي للبلاد وضبط السوق الوطنية للطاقة. وأعود إليك دكتور بخاري للحديث عن يعني تنصيب هذا المجلس الذي ينتظر منه الكثير، خاصة في ظل كل هذه التحديات والتغيرات التي يشهدها العالم اليوم. شوف، حتى نكون بيداغوجيين، هنا في الجزائر قطاع المحروقات الطاقة نستعملوه عنده عنصرين. العنصر الأول اللي تكلمت عليه الأستاذة تكلمت هو عنصر المداخل المالية، يعني نصدر المحروقات حتى نستورد ما نحتاجه وحتى يعني ندفع أجور وحتى ندير استثمارات في مجال السكن، في مجال المصانع، في في في, في المنشآت القاعدية وغيرها. وعند الجانب الثاني هو الطاقة هي مصدر حيوي بالنسبة للإنتاج، فلا يمكن للساكنة، ما نقدروش نشوفوا التلفزيون، ما نقدروش نتكلموا معك في الاستوديو هنا، ما نقدروش نرافقوا المصانع الجزائرية، وبالتالي هم الرافدين الأساسيين للطاقة. انطلاقا من هذا المبدأ، أولا إذا حبينا نحافظوا على المداخل الجزائرية يجب أولا إعادة تجديد الاحتياطات والحفاظ عليها، هذه أولا. ثانيا إذا أردنا أن نرفع من مداخلنا ويجب كذلك أن تكون هناك الفعالية الطاقوية، تقليص الاستهلاك. نعم. إذا حبينا باش نحافظوا على نزيدوا المداخل تاعنا، تثمين المواد الطاقوية عوض أن نصدر المواد الخام ونصدر المواد المحولة. إذا حبينا نصدروا أكثر من الطاقات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، لازم نروحوا إلى الطاقات البديلة حتى يكون الاستهلاك المحلي للطاقات البديلة، وأما الفائض فيروح للخارج. إذا حبينا الآن باش تكون الطاقة مرافقة، يجب أن تكون هنالك مشاركات قاعدية في مجال تخزين ونقل وتوزيع الطاقة بطبيعة الحال. نعم. إذا حبينا كذلك باش تكون عندنا في هذا المجال، لازم تكون كذلك عندنا استراتيجية. إذا مثلا الجزائر إذا حبيت الجزائر اليوم رانا نصدروا الطاقة لأوروبا، غدا ممكن نصدرها الكهرباء، خاصة إيطاليا راك شريك وعتيد وإلى آخره، هم محتاجين، مو محتاجين في آخر المطاف محتاجين شوية غاز، ولكن في الأكثر محتاجين الكهرباء، خاصة مع السيارات الكهربائية راح تجي، وبالتالي يمكن أن نصدر الكهرباء. دوك نشوفوا مجمل هذا ماذا قلته، هذه هي التحديات، هذا هو لماذا أنشئ المجلس الأعلى للطاقة، حتى يسمح بتحديد تلك الاستراتيجيات التي تسمح بتطوير كل ما قلت من تثمين وغيره وغيره. الآن أعطي له فقط صبغة كلمة أعلى، بمعنى أن يكون سيد رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول على هذا، ولذلك باش يبين أهمية الأمن الطاقوي، أهمية أن نطور هذا القطاع لأنه قطاع حيوي بالنسبة للجزائر، كذلك بالنسبة إلى الوزراء اللي كاينين كلهم يعني مرتبطون بطريقة أخرى، دونك وزارة الدفاع وضوحا، وزارة الداخلية بما نتكلم على المنشآت، وزارة المالية بما أنه نتكلم على التمويل، وزارة الطاقة وضوحا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنها لازم تكون يعني إبداعات وبحث علمي في هذا المجال. يعني كل قطاعات 8 الموجودة كلها هي قطاعات التي تعمل في هذا المجال، والتي تسمح لنا بالذهاب نحو استراتيجية وطنية لتكون لنا يعني اقتصاد حقيقة مصدر مجدد مثمن يعني متجدد، يعني متجددة، والذي يضمن خاصة وهذه نقطة مهمة جدا، خاصة بالنسبة لمؤسساتنا الجزائرية، احنا اليوم عندنا انطلاقة اقتصادية لازم بها الطاقة، وبدون عنصر الطاقة
ما كاش حتى وهي يعني وهي الاستراتيجية التي يجب أن تكون اليوم بمعالم واضحة. دكتورة حاجة أسألك اليوم أن تكون مثل هذه المجالس العليا لمتابعة وربما مراقبة ووضع الآليات ووضع الاستراتيجية لتسيير مختلف القطاعات، وكما قال الدكتور بخاري أنه هو قطاع حيوي وأساسي للاقتصاد الوطني، لابد من ضبط كل الأمور المتعلقة بهذا القطاع. فعلا يعني الأستاذ مشكور جدا ووضح الكثير من الأمور حول قضية الطاقة وكيفية. ربما قبل أن نفصل أود يعني قبل ذلك أن أشكر الدكتور محمد بخاري على المشاركة في البرنامج، هو خبير اقتصادي. شكرا لك جزيلا لك دكتور، يعني تكون لنا هنالك فرص أخرى في حصص أخرى للحديث عن مواضيع أخرى. شكرا لكم الأستاذ والمشاهد الكريم، صحة إفطاركم وصحة عيدكم إذا ما تلخيناش. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا شكرا دكتور. تفضلي يعني دكتورة. الأستاذ راهو قدم شرح موسع ومفصل حول قضية الطاقة. فالطاقة هي شريان الحياة، أهم عنصر يعني اللي يقدر يحرك الحياة هي الطاقة، مثلها مثل الدم في جسم الإنسان. احنا الحمد لله ربي نعم علينا بموارد طبيعية، ولكن هذه الموارد للأسف راهي هي اولا لازم لها تجدد، وكذلك اليوم نحن نتحدث عن انتقال طاقوي. العالم اليوم كله سائر نحو نمط جديد من الطاقات النظيفه، يتغير فعلا، لانه الكثير السيارات اللي كانت تمشي بالبنزين اليوم راهي تمشي بالطاقه الكهربائيه، والطاقه الكهربائيه اللي يكون مصدرها مصدر نظيف، سواء الشمس سواء الرياح سواء الكثير من المصادر. اليوم في الجزائر اليوم نحن محتاجين إلى هذا المجلس من جانبين. الجانب الأول هو تقديم الرؤية، لأنه قبل ما ترسم استراتيجية وتحدد لها المعالم والخطة والزمن والوقت والموارد البشرية والمادية، لازم أصلا تكون عندك رؤية. ما هي رؤيتنا احنا نحو الطاقة؟ يعني أهداف مسطرة مسبقا. أول حاجة كما قال الأستاذ، نحن أولا مستهلكين للطاقة، والطاقة بالنسبة لنا هي مصدر دخل. بالنسبة للاستهلاك، كيف يمكن لنا الاستغلال الرشيد لهذه الطاقة، الطاقة الكلاسيكية، وفي نفس الوقت ما الذي يجب أن نعمله حتى يعني نمشي مع العالم ونبدأ نعوض في هذه الطاقات التقليدية بطاقات نظيفة. وكثير ما سمعنا الحديث على هذا الأمر، ولكن ربما ما زال ما هوش واضح في العيان. اليوم نحن لحد الساعة ما زلنا الغاز هو مصدر، يعني سواء في المنازل هو مصدر الطاقة الأساسي، ما عندناش استغلال كبير للطاقات الشمسية. مازال ما شفناش اليوم في الجزائر سيارات تمشي بالطاقات الكهربائية لحد الساعة، في حين أن النسبة في الدول الأوروبية راهي لحقت 40%، والدراسات مستمرة من أجل تطوير هذه البطاريات التي تمشي التي تسير لذلك لابد من التوجه نحو الطاقات المتجددة، وخاصة نعرف أن الجزائر يعني تملك الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، كل هذه الطاقات التي من شأنها أن تصنع طاقات متجددة. أكيد، وتضمن استقرار الاستقرار للبلد، لأنه اليوم احنا في الجزائر عدد الديموغرافية في تزايد، واستهلاكنا للطاقة في تزايد، نفس الماء. يكشفتي احنا وش صرا في الصيف هذا اللي فات، لأنه في مواردنا المائية ما ولاتش تكفينا، لأننا ضعفنا ديموغرافيا. الحمد لله اليوم رانا في هذه الساعة رانا نستغلوا الطاقة في سواء الغاز الكهرباء منا على 5 سنين، رانا نضعف كذلك. ما الذي يضمن أنها راح تكفينا من بعد؟ خصوصا أن الجزائر اليوم المناخ تاعها راهو يتغير، سواء البرد تاعها راهو يزداد قروصة ولا يزيد يولي حدة، وصيفها كذلك يزداد حدة، وفي الجنوب استهلاك أكبر لهذا المورد. نعم، زد على هذا الجانب الاقتصادي، الكثير من المصانع والكثير والإقلاع الاقتصادي يتطلب طاقة كذلك. فهذا الأمر مهم جدا 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 بالنسبة لنا كجزائريين، يعني هو رهان استراتيجي مهم. نتمنى رانا تحركنا فيه، إن شاء الله نزيدوا نتحركوا بسرعة أكثر وبفعالية أكثر، حتى نضمن حق الأجيال المستقبلية. أيضا احنا رانا نستهلكوا في الطاقة اليوم، يعني وننعم بالكهرباء
والاجيال القادمه هذه واش حنخلوا لها من بعد؟ نعم. اذا استهلكنا كل مواردنا. يعني هو المنتظر من هذا المجلس ان تكون له رؤيه واهداف مسطره وواضحه. أكيد. وتمنح الاليات الكافيه لتطبيق كل يعني ما يتطلبه هذا المجلس. صحيح. وهذا القطاع. نقطه اخيره فقط اختي، الرهان كذلك على المواطن، نحن نستهلك الطاقه ونبذرها كذلك، نستهلكها بطريقه غير عقلانيه فعلا. فالرهان كذلك يلزم المواطن يتجنب، مسؤوليه مشتركه مع المواطن فعلا. نعم. إذن مشاهدينا ننتقل إلى آخر ملفات أحداث الأسبوع، وسيكون لنا حديث في هذا الشق عن بداية تسليم بطاقات الشفاء بالنسبة للمستفيدين من منحة البطالة في غضون هذا الأسبوع. وأتوجه إلى البروفيسور بروبي. بروفيسور، بعد يعني ما تم عدد من الشباب البطالة الاستفادة من منحة البطالة، اليوم يستفيدون من بطاقة الشفاء، ما مدى أهمية هذه الخطوة؟ أكيد، لأنه تكلفة الأمن الصحي لها تكلفة كبيرة على ميزانية الدولة، وعندما نتكلم عن سعر الدواء وسعر الغذاء نتكلم على أنه في تطور مستمر وفي ازدياد مستمر، وهذا يؤثر على ميزانية الدولة. إذا خلق نوع من ماذا؟ من الضمان الاجتماعي للبطال مهم جدا، لأن تكلفة الدواء إذا قارناها بتكلفة الصحة فلا تقارن، فالصحة أحسن ومن حيث الوقاية تكون أحسن، وهذا يدل على شيء، لأنه يجب أن نفكر بطريقة مغايرة لما هو موجود الآن. إذا التطور مستمر، أي نعم، وهذا يقودنا إلى مدى إلى أننا نفكر في ما لا في التداعيات المستقبلية للأزمات الآن التي تعيشها الجزائر. نحن نتكلم عن أزمة الأمن الغذائي، نتكلم عن أزمة الأمن التقاوي، نتكلم عن أزمة الأمن الصحي، وهذه الأزمات كلها تؤثر على المواطن الجزائري ويحتاج الرعاية ويحتاج التكافل، لأن الدولة بطابعها الاجتماعي من أهم وظائف الدولة الجزائرية بطابعها الاجتماعي، وبالرجوع للأحكام الدستورية هذا الطابع الاجتماعي يكون على مدى على التربية والصحة والتعليم والنقل وكلها ميادين استراتيجية في ماذا في معيشة المواطن الجزائري. إذا بطاقة الشفاء بالنسبة إلينا يتطور مستمر، في أننا بعد ما تنتقلنا من منحة البطالة، وهذا أمر واجد وهي مكسب للشاب الجزائري حتى يجد عمل قار ودائم يفعل من خلاله إمكانيات أخرى، نحن نتكلم عن الرعاية الصحية. إذا ضمان مردود مالي، راتب مالي مهم جدا بالنسبه للمواطن الجزائري البطال، اكثر من ذلك ضمان الرعايه الصحيه مهم جدا، لان قلت وعد التكلفه لا صحه، الامراض، تكلفه الازمات الصحيه هي اكبر من بطاقه الشفاء، وبالتالي عندما نوفر للمواطن ماذا الدواء، نوفر الضمان الاجتماعي، يشعر بالاطمئنان، وهذا امر مهم جدا. اذا مكسب اخر من مكاسب اخرى، ويجب ان نفهم على ان هذا التطور مستمر ومستمر جدا، لان نحن الان امام مرحله وظرفيه صعبه، ونحن لا يجب ان نفكر في مستقبل المواطن الجزائري. نتكلم الان بالرجوع الى ماذا تصورات المستقبليه حول الامن الطاقوي، نحن نتكلم عن المجلس الاعلى للطاقه يفكر في 2030 و2040 نفس الشيء، يجب ان نخلق ماذا اطار صحي وشروط صحيه وظروف صحيه للمواطن الجزائري 2030 2040 2050، كيف يكون مواطن جزائري، ونتمل المكاسب ونتمل ماذا المكتسبات، ونفعل الاشياء الناقصه ونفعل الاشياء التي ناقصه، وان تكون له يعني هذه التغطيه الصحيه في اطار منحه البطاله، في انتظار ان تكون هنالك مناصب شغل دائمه. واسال يعني الدكتوره حاجه، يعني ونحن نتكلم على هذا الشق الأساسي والضروري بالنسبة لشبابنا البطالين الذين يستفيدون اليوم من بطاقة الشفاء في انتظار أن يعني يحصلون على مناصب شغل دائمة، وكنا نتكلموا فيما قبل عن النجاعة في الأداء، وكان رئيس الجمهورية في لقائه أمس أيضا أثنى على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تنفيذ هذا القرار يعني في وقته المطلوب. فعلا
اليوم الحديث أولا عن قضية يعني تطبيق التعليمات أو مخرجات اجتماع مجلس الوزراء ودور الوزير كذلك في السير بالموازاة مع هذه التعليمات وسرعة تطبيقها والمرونة كذلك في تطبيقها. وهذه هي نتحدث عن الحوكمة الرشيدة وكذلك عن العنصر البشري الفعال. هذه من جهة. الجهة الثانية أنه بطاقات الشفاء مهمة جدا، إضافة إلى توفيرها للحماية الصحية للشباب، الشباب اللي باحثين عن العمل أو يعني المنتظرين قيد إدماجهم في العمل، هي توفر قاعدة بيانات، لأننا نتحدث عن الرقمنة، على الأقل تكون عندنا قاعدة إحصائيات وقاعدة معطيات حول الشباب الذين استفادوا من هذه المنحة وكذلك الشباب الذين يستعملون هذه البطاقة. وأحسن وسيلة من أجل التشخيص ومن أجل العلاج هي التشخيص، والتشخيص اليوم يتم عن طريق الرقمنة. يجب أن تكون لدينا قاعدة معطيات في كل شيء، سواء من حيث في كل شيء تكون عندنا قاعدة معطيات، العاملين الغير العاملين، العمال الموسميين، البطالين ونوع البطالة، الذين يستغلون بطاقة الشفاء. أما بالنسبة لبطاقة الشفاء يا حبذا لو تعمم كذلك حتى على ربات البيوت، على لأننا إذا تحدثنا عن إصلاح المنظومة الصحية لن يكون فعال إلا إذا رافقته منظومة ضمان اجتماعي بمختلف الأنواع. بطبيعة الحال لكل فئة عندها يعني وضعها الخاص من الضمان الاجتماعي، عندها نوعها الخاص، ونظن هذا أحسن يعني طريق من أجل المزاوجة بين إصلاح المنظومة الصحية وتوفير قاعدة بيانات مرقمنة وكذلك ضمان حق البطالين وغيرهم في الرعاية الصحية المحترمة. ويتم اليوم يعني من خلال هذه البيانات وحتى من خلال دراسة الملفات لمختلف شباب البطال يعني لإدماجه في البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة يعني تدريجيا، وحتى يعني تم تثبيت يوم 28 من كل شهر لتسليم هذه المنحة لهؤلاء الشباب. يعني هذه أمور تبشر بالخير، لأنه اليوم التكنولوجيا من المفروض راهي وفرت لنا كل الحلول لكل المشاكل، سهلت علينا الكثير من الأمور خصوصا للدول السائرة في طريق النمو كما الجزائر، وهذا مجال عمل الستارت اب او المؤسسات الناشئة. هذا هو مجالها، انها تسهل مثل هذه الاجراءات الإدارية، توفير قاعدة بيانات، توفير الشفافية او نسموها يعني الشفافية يعني المرئية، تكون عندنا مرئية وش عندنا احنا في المجتمع هذا، اذا عندنا بطالين ما هي سماتهم، يعني كل المعطيات تكون متوفرة، كل المعطيات تكون مرقمنة، وهنا من بعد يسهل لنا التدخل من بعد الدولة والخطة، خطة العمل تكون ناجعة، لأن التشخيص مبني على أسس موضوعية، على أسس رقمية، وهذا مهم جدا. بروفيسور بوروبي، في بضع ثواني، الدولة تسعى دائما للحفاظ على طابعها الاجتماعي بمثل هذه القرارات. أكيد، قلت وأعيد في بداية مداخلتي أن نحن نتكلم عن سياسات عامة للدولة الجزائرية وتوجهات عامة للدولة الجزائرية من خلال حفاظ الطابع مدى الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية والحفاظ على القطاعات التي هي استراتيجية. فلا نتصور أن الدولة تتخلى عن الصحة، ولا يمكن نتصور أن الدولة أنها تتخلى عن التعليم، ويمكن لا يمكن تصور الدولة تتخلى عن التربية، ويمكن أن نتصور الدولة تتخلى عن النقل. وهذا هي قطاعات استراتيجية، مهما كانت هذه القطاعات فيها من عيوب يجب أن تحافظ عليها الدولة وتبقى في يد الدولة. ما هو مطلوب الآن هو أن نفعل الآليات الأخرى وجاد بدائل الأخرى، لأننا الدولة حتى الدولة بطابعها الاجتماعي تقوم على مفهوم الرية، وقلت على أن إنشاء مجلس على الطاقة إن دل على شيء هو توجهات مستقبلية، توجهات عامة للدولة الجزائرية مستقبلية، ويجب أن نفكر عن مداخيل جديدة، ويجب أن نفكر عن آليات جديدة لدعم هذا الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ولا يكون مرتبط إلا بالرياء والطاقة وما شابه ذلك. وهي البدائل بروفيسور التي تسعى الدولة اليوم إلى إيجادها تدريجيا في كل قطاع على حدة حتى نشهد هذه النجعة. إذن البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من قسنطينة. كما أشكر أيضا الدكتورة أمل حاجة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة.
شكرا. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام أحداث الأسبوع لهذا الأسبوع، كانت معكم في الإشراف ملكة صوتو، في الإخراج وسيلة شكر، تقبلوا تحياتي، نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.